في عندك فتلة؟ بيه انطيني فتلة. ادخل ايها الطارق. كرمات يا سيدي. سلامات. كيف الحال؟ الله يعطيك العافيه. مرحبا يا سيدي. اهلا اهلا اهلا. والله يا سيدي انا من زمان يعني خاطري بشوفتك ومتمني تشرفني على الدار غدا ولا عشاء، انت واللي بتحب اعزمه معك. مين الاخ؟ عليان السالم يا سيدي. انت وعدتنا اليوم مشان تنفيذ حكم عبد الهادي عقيل البخيت، بيته بالصافح، واحنا يا سيدي صاحب البيت هناك يا سيدي، وانا عندي علم انه موجود بداوة. عبد الهادي عقيل البخيت 3 جنيهات و20 مليم ورسوم القضية واجرة المحامي يا سيدي. وطالما انك حافظ الدرس جبت سيارة؟ سيارة؟ المحل قريب يا سيدي من هول مقاطعة ما في فحشتين. ما انا بقدر شبحك انا والورق والدركي. بدنا سيارة توصلنا لبيته وترجعنا انا والدركي لهول.